هذه إحصائية المباراة الموجودة 40 كرة عرضية لألمانيا. هذا كلامنا اللي احنا نقوله قبل المباراة وبعد المباراة. عارفين ألمانيا قبل عارفينها لأنه كلها هي ألمانيا بالتصفيات عارفين كيف أهدافها، بالمباراة الودية عارفين، في ناس تتابع كلهم قالوا الكرات العرضية هي الخطرة على أو الفريق الألماني يعتمد عليها. طيب الشباب فريق الأمل رسمي 5 أهداف في الأولى اللي علينا بنفس الطريقة، ولكم التعليق وللمشاهد ولكم الأهداف كأنك تشاهدها زي ما قلت كأنها نسخة واحدة. هذا فريق محضر وفريق لا بأم قوتهم الألمان، قوة الألمان بهذه الكرة العرضية، والضعف اللي عندنا موجود إحنا بالكرة العرضية حقيقي. صح لكم يعني بالفعل، يعني بالفعل أنت شوف، لا تمركزنا، لا التركيز، عشان كذا انا بقول حتى احنا كلاعيبه نتحمل، احنا مننا كان تقصير يعني. يعني في اشياء من ابجديات كره القدم انه 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 احنا ما نخطي هذه الاخطاء. يعني انت شوف ان عبد الله سليمان وشوف هذا اللاعب يعني ما يعتبر ترى طويل كلوزا، ما هو يعني بالنسبه لهم اطوال، اخطاء مننا، عدم تركيز، عدم تجهيز، عدم تحضير. اي اي 100% 100%. وانا اشاهد الاهداف اللي حملك جميع الاهداف، هذا رجل ليس له علاقه بكره القدم. لا هي ميول، شوف في ناس ميول، واحنا خلينا نتكلم بالعاميه. لا طبعا كلنا نتحمل. لا محمد في كور يعني ولا مستحيل اصلا. هو تدري وش المشكله خالد؟ المشكله انهم كانت في تدقيق، هذه اللي ترى مباراه الاتحاد والهلال ترى ظهرت بعد كاس العالم. اها يعني في شيء صار. اي الجمهور انه يتحمل سموه ابو ثمانيه، حلو بقول بسم الله الرحمن الرحيم، بتويتر قالوا ابو ثمانيه. طبعا المنتخب السعودي اللي لعب ما هو محمد الديال ولا حسين عبد الغني ولا هو سامي الجابر ولا هو هذا. ترى هنا مشكله عندنا احنا، لما الشارع الرياضي اللي يقوده الاعلام الرياضي المفروض ان نتطور يا خالد.